طيب قبل ما أبدأ أنا أبغى أسوي إحصائية بسيطة، أبغى أشوف كم واحد من الحضور هنا يعرف فريق سراج أو سيارة وهج. ما شاء الله ظلام، بس تقريبا نص الموجودين. طيب سيارة وهج للي ما يعرفه وفريق سراج، إحنا مجموعة من الطلاب في جامعة البترول سوينا أول سيارة شمسية في السعودية، شاركنا فيها في سباق في أستراليا، كان هذا في عام 2011. طيب اليوم عندنا تيد توك، ما حنتكلم عن السيارة، ما حنتكلم عن مواصفاتها، حنتكلم عن إيش تتوقع لما تدخل مشروع زي كذا، إيش بتواجه من الأشياء والخبرات اللي إحنا استفدناها. قسمنا الأشياء اللي تعلمناها إلى أربع أقسام رئيسية. أول شيء المصاعب، أحلى شيء في المشاريع المصاعب، هي أصعب شيء بس هي أكثر شيء تواجهه، وهي أكثر شيء تفتكره بعد ما ينتهي مدة المشروع. كيف تتغلب عليها؟ يعني في طرق كثيرة أن الواحد يتغلب على المصاعب، بس في أشياء أو نقاط رئيسية هي المفاتيح للتغلب على هذه المصاعب. ثالثاً، إيش تتوقع لما تدخل في مشروع زي هذا؟ إيش تتوقع؟ إيش الوقت؟ إيش الجهد؟ إيش هذه الأشياء؟ أخيراً نبغى نعرض جزء من الإنجازات اللي حققناها، اللي ممكن أي واحد يشتغل نفس الشغل يعني يحققها. فنبدأ أول شيء بالمصاعب. يعني أقول إنها يمكن في المشروع كانت أحلى شيء. اليوم أنا وأصحابي لما نفكر ونتكلم عن المشروع وكيف كانت الذكريات، عمرنا ما نقول الإنجازات حقتنا، نقول لهم فاكرين المشكلة الفلانية، فاكرين لما السيارة قبل بداية خط السباق ما اشتغلت، فاكرين المشاكل هي أحلى شيء في النهاية. أول مشكلة واجهتنا هي نقص الخبرة. في أي مشروع جديد بالذات إذا كان مبتكر وما حد قبلك في المنطقة جربه، حتواجهك مشكلة نقص الخبرة، ما تعرف إيش المطلوب، ما تعرف إيش الخطة، ما تعرف إيش الوقت اللي تحتاجه، الجهد، التكلفة، ما تعرف ولا شيء، ما تعرف فين المصادر، الإنترنت دائماً مو دائماً فيه له كل حاجة يعني. فنقص الخبرة كانت أكبر عائق، ودائماً يقولوا الليرنينج كيرف إز إكسبوننشال كيرف، يعني في البداية دائماً الواحد يبدأ بشويش بشويش، أول ما يبدأ يتعلم يبدأ يعني يزيد بسرعة. فكيف تغلبنا على هذه المشكلة؟ استخدمنا يعني خبرة اللي موجودين حوالينا. هذا درس لحام، كنا موجودين، جبنا المعهد التقني، المسؤول في المعهد التقني، وخلينا يدربنا على اللحام علشان نعرف كيف نلحم. بعد كذا شفنا أنه الموضوع مو بس يعني كذا، نحتاج نعرف أكثر ونكون أقرب للمشروع. فروحنا MIT، عندهم فريق سولار كارز، وأنا سمعت عفت يعني ما شاء الله بدأوا التعاون مع MIT. فروحنا MIT، شفنا كيف بيصنعوا السيارة حقتهم. رحنا صنعنا معاهم الأبر بادي، هنا في الصورة يمكن يبان. تعلمنا أنه البنات ممكن يكونوا إنجينيرز يعني. طيب ثاني مشكلة من المشاكل اللي واجهتنا نقص الوقت. إحنا القرار اللي اتخذناه أنه بعد سنة حنكون في سباق أستراليا، المفروض كان بعد سنتين أو بعد 3 سنين. الفرق عادة تأخذ في بناء السيارة سنتين إلى 3 سنين، بالذات إذا كانت أول سيارة. إحنا قررنا نخلص أول سيارة حقتنا في سنة واحدة ونلتزم بهذا التاريخ. طيب ثالث مشكلة واجهتنا كانت نقص الموارد. كون الواحد في بيئة غير صناعية قد يواجه مشاكل كثيرة، كيف يتعلم، كيف يشتغل، وإذا تعلم كيف يتعلم وكيف يشتغل يواجه مشاكل من نوع ثاني. يبغى يشتري مواد ما يلاقيها، كاربون فايبر ما هو موجود، كيفلر ما هو موجود، إيبوكسي أو نوع من الغرة اللي يستخدم في هذه المواد ما هي موجودة، نوع من الحديد ما هو موجود. الشيء الثاني الشركات والدعم الفني، تكنيشنز، أشياء زي كذا. الواحد يعني يحتاج في هذه المشاريع من المقاس الكبير يحتاج يعني دعم كبير، فهذه الأشياء كلها ما كانت متوفرة لنا بسهولة. فتغلبنا عليها بأننا صنعنا المكان اللي نبغاه، احتجنا ماكينة اسمها CNC اللي هي تنحت على النمط اللي نحتاجه، فصنعنا ماكينة حقتنا. هنا إحدى الصور وهي تشتغل، وهنا الـ 3D موديل حقها، السوليد ووركس.
يعني كل قطعة من هذه القطع الماكينة موجودة على السوليد ووركس وكيف تشتغل، سوينا لها موديلينج وكل حاجة. هذه بعد مراحل الشغل وكيف صنعنا البادي يعني. طبعا هذا الكيفلر، المادة الصفراء اللي تشوفوها الكيفلر، محطوطة على القالب الأحمر. جزء من المشاكل اللي واجهناها انه احنا صنعنا الخطوة الأساسية، غيرنا كان يجي القالب جاهز. الفريق من اليابان جاته السيارة كاملة، أرسلوا الديزاين جاتهم مصنعة. نظرتهم انه احنا علينا الديزاين وناس مختصين في الصناعة هم اللي يصنعوا، فليش احنا يعني نتعب نفسنا؟ بس احنا ما كان عندنا هذا الخيار، اضطرينا نسوي كل حاجة بنفسنا تقريبا. الكيفلر اللي شفتوه في هذه الصورة ما ينشف في درجة حرارة عادية بعد الصب، لازم يوصل درجة حرارة 140. فدورنا على فرن يوصل هذه الحرارة، في السعودية كلها ما هو موجود، فاضطرينا برضو أنه نصنع الفرن حقنا. فصممنا واحد وبدأنا نشتغل فيه، يكفي أكثر من 2000 بيتزا أظن. حجمه يعني 6 متر في مترين في متر، ودرجة الحرارة جوا فوق 140 درجة مئوية. هذه بعد صوره. كيف الواحد يتغلب على هذه المشكلات؟ ايش الواحد يعني، مشكلات متنوعه، ايش الخلطه يعني وايش السر فيها؟ في خلطه سحريه، تخطيط واصرار وعمل جماعي. هذه الثلاثه الاشياء الرئيسيه هي المفتاح لاي عمل ناجح، خصوصا ثاني واحده اعتقد الاصرار. التخطيط عندنا كان من البدايه فيه له مشكله، لانه عندنا نقص خبره، فما كنا نعرف الوقت اللي يحتاجه كل شغله، هل هذه تحتاج شهر ولا هل هذه تحتاج يوم؟ ما عندنا خبره، ما قد جربناها قبل كذا. حاليا طبعا عندنا الخبره، فحاليا تخطيطنا احسن، بس اللي يقولوا يعني من اول مره التخطيط لازم يكون بيرفكت، هذا يعني شيء شبه مستحيل في هذه المشاريع. ثاني نقطه اللي تميزنا بها اشوف الاصرار. الاصرار كان اكبر عامل اللي ميزنا. اذكر كان موقف طريف، هذه الصوره قبل بدايه التيست بخمس دقائق، جونا منظمين السباق وقالوا لنا لو ما دخلتوا التراك بعد خمس دقائق حتنطردوا من السباق في استراليا. فقبل بخمس دقائق من السباق السياره ما كانت شغاله. فيعني كلنا ما عرفنا ايش نسوي. ففهد المالكي احد الشباب اللي كانوا شغالين على الالكتريكال سيستم قال انا عرفت المشكله، البنز كانت مقلوبة، يمكن الكمبيوتر انجينيرز هنا يعرفوها. في 4 بنز كانت مركبة من المقلوب، شبكناها ودخلنا الحلبة والحمد لله تفوقنا. صور من الإصرار. هذا شكل السيارة قبل 36 يوم من السباق. ما كان عندنا جسم للسيارة، البادي حق السيارة مو موجود اللي شايفينه القالب، والجزء اللي ورا اللي على اليسار هذا الشاصي، يعني السيارة من جوا. المحرك لسه مو متركب، البطاريات ما هي متركبة، بس النظام التعليق السسبنشن سيستم والستيرنج سيستم اللي مركبه. قبل السباق بعشر ايام لسه السولار سيلز ما هي مركبه، لسه البطاريات ما هي مركبه، هذا واحنا بنشتغل يعني. اشياء كثير لسه ما هي مكتمله، الانوار، اللايترز، الفلاشرز كلها ما هي موجوده. خمس ايام قبل السباق كنا بنسوي تيستينج في شوارع استراليا، طبعا هو شيء ممنوع انه نسوي تيستينج، بس اضطرينا انه نسوي تيستينج هناك نتاكد انه السياره يعني رجعت تشتغل بعد ما استلمناها من الجمارك. كنا بنركب السولار سيلز، قبلها كنا بنشغل السياره دائما على البطاريه، ويعني نرجع نشحنها بالكهرباء. اول مره شغلنا السولار سيلز قبل السباق فعليا بخمس ايام. العمل الجماعي كان يعني هذا احلى شيء في المشروع. انا عندي في المشروع 12 اخو يشتغل معايا، وابوين او ثلاثه يشتغلوا معايا، فكنا كلنا فريق واحد. رغم ما كان يجينا من مشاكل لانه الضغط كان علينا كبير، طبعا المشاكل تتولد، بس عمره واحد من اعضاء الفريق ما جاء وسوى مشكله مع عضو ثاني من اعضاء الفريق. دائما كانت يعني بيننا وبين بعض حتى لو تخاصمنا في موده وفي تفاهم. ايش تتوقع؟ ايش تتوقع من المشاريع اللي تدخلها؟ من اي مشروع سواء كان كبير ولا صغير، خصوصا كل ما كبر كل ما تتوقع هذه الاشياء اكثر. اول شيء تتوقعه مو التشجيع طبعا من اهلك واخوانك، تتوقع التحطيم. كل الناس يقول لك
انت قاعد في الاجازه في الشرقيه، قاعد في الاجازه في الظهران، يا اخي ارجع، السياره هذه ما حتروح، ما حتسووها، ما حتخلصوها، ان شاء الله السنه الجايه. اكثر الكلمات اللي سمعناها كانت من هذا النوع، لدرجه يعني بعض الشباب قالوا لي مجنون، كل اللي معانا سمعوا هذا الكلام يعني. فالتحطيم لازم تتوقع، ولازم يكون عندك مناعه داخليه، لو كان عندك قناعه انك انت حتنجز، حيكون عند الواحد قناعه وحيشوف انه لا ان شاء الله يعني حتطلعوا غلطانين وانا حنبسط. طيب اتوقع ضغط العمل، خصوصا اذا كنت مرتبط بحاجه خارجيه، مسابقه او ديدلاين في تقديم للجامعه او في اي شيء، اتوقع ضغط العمل. احنا في بدايه العمل ما كنا يعني عارفين قديش الشغل ياخذ مننا، كم ساعه في اليوم، كم ساعه في الاسبوع، فكل يوم عن يوم كان يزيد. بدينا المشروع نشتغل خميس وجمعه وسبت واحد واثنين، كنا يا دوب نروح للدكاتره في المكاتب وكذا. بعد ايام اوريكم يمكن هذا الجراف يبين، ان شاء الله الالوان تكون واضحه، ما هي باينه السكيلز. طيب اللي بالافقي هذه الفتره الزمنيه من 8 اسابيع، من 8 شهور قبل السباق الى يوم واحد قبل السباق، والافقي عدد ساعات العمل. فاحنا بدينا بافريج عدد ساعات العمل 5 ساعات في الاسبوع، انهينا تقريبا ب 20 ساعه في اليوم للطلاب. معظم الشباب كانوا يناموا كل يومين مره واحده وياكلوا كل يوم وجبه واحده، فبدلنا اكثر من 10,000 ساعه عمل من 12 طالب في 6 اشهر. لو جبت 12 موظف حكومي ما يجيبوها في سنتين تقريبا. فأتوقع أنك ترهق وتتعب، ومرات تضطر تنام في هذه مرة من المرات يعني. أتوقع المفاجآت، أي واحد يشتغل في المشروع مهما خطط ما يقدر يتوقع حجم المفاجآت اللي تجي، دائما في أشياء غير متوقعة دائما، حتى لو كانت يعني أصغر الأشياء قد تكون مشكلة. يعني إحنا الحمد لله يعني قدرنا نصمم سيارة وواجهنا مشكلة في كيف نسوي الباب حقها، كان شيء بسيط بس دائما تيجي المفاجآت. طبعا المفاجآت لها مقاسات، فالمفاجأة الصغيرة ممكن تتغلب عليها بسرعة، بعض الناس المفاجآت الكبيرة ما يقدر يبلعها، يعني عاطفيا تكون كبيرة عليه. أحد المواقف اللي أذكرها هذا اللي تشوفوه شكل السيارة اسمه البلاج، اللي نبني عليه القالب بعد كذا نصب فيه السيارة. فقعدنا نجهزه تقريبا 4 إلى 5 شهور. بعد ال4 أو 5 شهور اضطرينا نبخ عليه مادة كيميائية عازلة، وإحنا بنبخ اكتشفنا أن المادة الكيميائية هذه بتاكل في القالب حقنا وكل الشغل حقنا راح. يمكن هنا الصور باينة يعني كيف خربان الشغل. شغل 4 شهور راح في ساعتين من البخ، وخلال 4 أيام الحمد لله استعدنا كل الشغل. فتوقع المفاجآت أنه تضيع لك شغل كثير. في النهاية الكيكة اللي في آخر كل مشروع تيجي والهدية اللي تيجي على التعب اللي تعبته وكذا، الإنجازات. فأحب يعني أقول بعض الإنجازات اللي الحمد لله يعني نفرح بها. اللوحة هنا إن شاء الله تكون واضحة، هذه منظمة الـ WMA اللي هي تدي الأرقام الشاصيات اللي هي رقم السيارة. فهذه آسيا هنا، وهنا RS not assigned، ما في أي دولة ماخذة اسم RS أول حرفين من رقم الشاصية RS، يعني ما في دولة صنعت سيارة وحط عليها RS. السعودية ما هي موجودة، فلما كلمناهم قالوا لنا أنتم تختاروا حرف يعني تحطوا فيه اسم بلدكم، فقلنا رقم الشاصية المناسب لنا RS، يعني قريب من سعودي أرابيا يعني، فكنا RS. وهذه الوثيقة الرسمية Manufacturer King Fahd University of Petroleum and Mineral. فسجلنا رسميا كأول مصنعين للسيارات في السعودية. طبعا نوع السيارة سولار كار، هذا رقم الشاصية يعني 001 في النهاية كأول سيارة، إن شاء الله نشوف 002 003 يعني. من الإنجازات اللي نفرح بها أداءنا في أستراليا، رحنا شاركنا كأول مشاركين للسباق، ما كنا متوقعين يعني أي أداء، كان بالنسبة لنا مجرد المشاركة بعد كل التحديات اللي مرينا بها
كان يعني إنجاز عظيم. فالحمد لله رحنا وجبنا المركز 29 من 37، رغم أنه يعني رقم مو حلو، بس جبنا المركز الثاني من الفرق اللي شاركت لأول مرة، فهذا إنجاز يعني حلو. إن شاء الله نكون أحسن يعني في المرات الجاية. طبعاً بعض الإنجازات كمان، هذه الصورة اللي على اليمين في التراك قبل بدء السباق علشان يحددوا مراكز الانطلاق، سووا لنا تراك ريس يدخل كل حلبة وتدخل كل سيارة وبالوقت. فدخلنا وجبنا الفريق العشرين، تفوقنا في التراك ريس على MIT اللي هم تعلمنا منهم كيف نسوي السيارة. طبعا دائما تسمعوا عن صحراء استراليا، احنا يمكن في الخريطة هذه احنا قطعنا 3600 كيلو من شمال استراليا الى جنوبها، من داروين الى ادليد، طبعا في 6 ايام كانت. فدائما تسمعوا صحراء استراليا يعني تخوف، كنا اكثر من صحراء السعودية. فنبغى نوريكم صحراء استراليا، هذه اللي فوق هنا صحراء استراليا كلها شجر، فيعني لا تصدقون. خط البداية صار لنا موقف طريف، كان المقدم يقدم كل سيارة، مثلا سيارة MIT يقول من الجامعة العريقة لها أكثر من 100 سنة كذا. فلما جاي يعرفنا يقول from the country of oil comes a solar car how come. يعني كل الناس كانوا مستغربين انه بلدنا بدأت تهتم في هذه الأشياء، طبعا حاجة كويسة الحمد لله. طبعا جاتنا تعليقات يمكن في سبق وفي تويتر وفي الفيسبوك، انتوا تبغوا تفلسوا البلد ولا ايش؟ لا ابدا ما نبغى نفلس البلد. برضو عندنا شمس يعني. في النهايه احب اشكر يعني الجميع على استضافتهم، شكرا تيدكس، شكرا عفات، شكرا كل الشباب اللي شاركوا معنا في السياره، شكرا لكل من دعموا. احب اشكر الشباب اللي شاركوا معنا، انا ما كنت لوحدي في السياره. هذا 15 شخص من اللي اشتغلوا، كل واحد تقريبا 1000 ساعة في المشروع، فهذول مو لوحدهم، في وراهم اشخاص كثيرين غيرهم وراهم دعموا. شكرا للجامعة انهم دعموا وما قصروا معانا. طيب شكرا، وسووا لنا فولو في تويتر وفيسبوك اذا في اي اسئلة ولا في اي حاجة. شكرا، السلام عليكم.